نناشد المسؤولين، يعني كهرباء ماكو مليل، يجي الماي كهرباء تنقطع، ماكو كل شيء، ماكو لا كهرباء ولا ماي، كل شيء ما عندنا احنا. ذيك المناطق يعني ورانا والقدامنا صار براس حظ، لا بيوتنا تجيب لها سعر ونبيعها ونشرد، زين عم بالحواسم بالدوانم نقعد بالخيام هاي مال النازحين وخلي يصدقون علينا، نقعد بالخيام هاي النهروان كلها تروح تقعد بالخيام مال النازحين. مي من المشروع الله وكيلك، تفتح المطار كل اذا جانا المي كل ساعتين لازم تفتح تنظف اشكال علاليق وصاخ ما تعرف شنو. احنا الحمد لله اللي مستخدم الشيب هذا مال السبح يعني مو مال شرب، شرب ماكو كله ار، اللي مستخدم الشيب يجوز يحصل له ميه نظيفه هاي اذا اجت بال 15 يوم، واللي ما مستخدم هذا المصفيات والحبوب وغيرها لا الله وكيلك 90% من الامراض من غيرها من الماء من النهروان اللي هو كل 15 يوم يجينا يوم. اي يعني ملينا انا من الشارع ملينا، وقفنا 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 ملينا، ما كل ما حد جانا ولا واحد، قلنا هم ثلاثه صغار يطلعون هم يوم يشوفونا. بعد ما شاهدنا اراء المواطنين بناحيه النهروان بخصوص الخدمات، يا عمي والله مطالبهم بسيطه جدا، يردون خدمات مي كهرباء تبليط واقع صحي في هذه الناحيه. نتمنى انه رسالتنا توصل للجهات المعنيه حتى يشوفون حل لاهالي هذه المنطقه والمناطق المجاوره إلها. وصلنا وياكم لختام جولتنا لهذا اليوم.